استضاف نادي التواصل السينمائي ببرشيد يوم الأحد 15 نوفمبر 2015 بقاعة العروض بالمعهد العالي للإعلاميات والتجارة والتسيير في إطار نشاطه الافتتاحي المخرج المغربي الشاب يونس الرقاب صحبة طاقمه الفني والتقني، وذلك لتقديم فيلمه السينمائي الطويل الأوراق الميتة والمعروض حاليا بالقاعة السينمائية. العرض في نادي التواصل في مدينة برشيد، اولا انا فرحان بزاف حيت جيت مقاسم الفرحة تاعي مع هنا الجمهور. انا بالعكس تنبغي نعرض الفيلم تاعي في المدن اللي ما فيهمش قاعات، وتنشكر بزاف الأندية السينمائية اللي تيفكروا في الناس اللي ما يقدروش يمشيوا لكازا باش يتفرجوا في فيلم، وخاصة فيلم مغربي. دونك حنايا جينا هزنا الفيلم تاعنا، وبيان سور الناس ديال نادي التواصل كان هذا الطلب منهم باش يكون الفيلم واخا شويه بكري حيت الفيلم حاليا في قاعات السينما، ولكن ما نتقرش نقول لا حيت انا ولد الأندية السينمائية كلهم اصدقائي، وحتى بالنسبه للجمهور تاع برشيد تو ما نقدرش نقول لا. دونك جيت بكل فرح وجيت باش نعرض الفيلم ديالي هنا. وقد استهل الحفل بمعزوفة موسيقية وقعتها أنامل الفنان الملتزم رشيد شناني، والذي سجل في كلمته كون النادي منارة ثقافية في فضاء المدينة عوده على رفع السقف عاليا في مواجهة ما سماه بالبؤس الثقافي. بهذه الأمسية الجميلة اللي حضرنا معنا فيها المخرج الرقاب يونس الرقاب، افتتحنا السنة يعني السينمائية الجديدة للنادي، ويعني اللي يقدم هذه السنة واحد البرنامج زاخر بالأفلام العالمية المتنوعة مغربية وتحف سينمائية مغربية ويعني إفريقية وعالمية، وخذت جوائز، وبالتالي كان نتمنى أننا نرضيو الجمهور، واللي نتمنى أنه يحضر معنا بكثافة لهذا المهرجان لهذا يعني العروض. وبعد عرض الشريط الذي لقي تجاوبا كبيرا مع الجمهور والذي لم يغادر القاعة، حيث كان للمخرج وطاقم الشريط لقاء مفتوح مع هذا الأخير لمناقشة مجموعة من القضايا التي يطرحها الشريط، إن على المستوى الموضوعات أو التقني أو الجمالي، ليخرج الجميع مقتنعا بأن هذا النشاط الافتتاحي يفتح شهية عشاق السينما لمتابعة برنامج النادي لهذا الموسم.